جماعة الدار البيضاء في إطار الاهتمام ديالها بالمرافق اللي كتسيرها تم يعني انتداب شركة الدار البيضاء للخدمات من أجل تدبير وتأهيل هذا المرفق هذا منذ 2015. الدار البيضاء للخدمات قامت واحد البرنامج العمل كبير لتشخيص الحاجيات ديال هذا المرفق، وفي هذا الإطار وضعت مجموعة من المشاريع اللي كتهم تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين. كنعرفوا سوق الجملة الخضار وفواكه الدار البيضاء هو سوق أنشئ منذ 1986 وكيستقطب يوميا ما بين 600 حتى 1200 شاحنة، وكذلك عدد الزوار هم ما بين 30,000 حتى 50,000 زائر يوميا. يعني هو مرفق اقتصادي مهم، هو ثاني ميزانية ديال مدينة الدار البيضاء، كيتشتغل فيه أكثر من 5000 تاجر وكتعيش منه مئات الالاف ديال العائلات. السوق اللي كان تم البناء ديالو في اواخر الثمانينات كان محتاج لواحد اعاده الهيكله ديال البنيه التحتيه، منها التزفيت، منها اصلاح المتاجر، ترميم يعني الواجهات، جميع الحاجيات ديال السوق يعني قمنا بالاصلاح ديالها. برنامج تأهيل السوق اللي خصت لجماعة الدار البيضاء ميزانية مهمة تشمل يعني إصلاح الوحدات التجارية، الصباغة ديالها، تزفيت السوق اللي كان تيعرف بعض النقائص كبيرة، الحمد لله اليوم راها تزفت، إصلاح التسربات، إصلاح الإنارة العمومية. يعني هذا البرنامج الحمد لله كان شامل، وضعنا نظام المراقبة بالكاميرات كذلك، خدمنا على تجويد الخدمات كما قلنا للمرتفقين، منها تحسين خدمات ديال النظافه، كذلك تحسين الامن، تعزز السوق بعده عناصر اللي كتقوم يعني بالحراسه ديال المواطنين والممتلكات ديالهم. في إطار الاهتمام وتقارب مع المرتفقين، يعني الحمد لله شركة الدار البيضاء للخدمات يعني عقدت شراكة مع المهنيين ديال السوق من أجل تمكين السائقين المهنيين من الفحص الطبي اللي هو شامل، وكذلك بشراكة مع أسما ماب. بلاسما ماب هي يعني الجمعية ديال الأطباء المعتمدين للفحص التقني لأرباب الشاحنات. هاد العملية هذه غيستافدوا منها أكثر من 120 سائق مهني باش يمكن لهم يشوفوا الحالة، الفحص ديال يعني الضغط مثلا، الفحص ديال العين، الفحص ديال المجموعة ديال الأشياء اللي غادي تمكنهم من يعني الحفاظ على الصحة ديالهم، وبالتالي يعني الحفاظ على سلامة المواطنين. كما تنقولوا أنه يوميا كاينه يعني كتولج للسوق ما بين 600 حتى 1200 شاحنة اللي كتجول يعني عبر التراب الوطني، فهذا شيء يعني مهم بزاف. هذه العملية هذه أو هذه القافلة الطبية هي بالنسبة لنا مهمة بزاف، وكتمكننا باش المرتفقين ديالنا يستافدوا من الخدمات اللي هي تنذكر أنها مجانية. جماعة الدار البيضاء مع شركة الدار البيضاء للخدمات كتسهر على إشراك جميع المهنيين إنجاح يعني هذا الدور اللي كيقوم به سوق الجملة اليوم. وتنشكر في هذه المناسبة يعني جميع المهن السوق، الجمعية ديال التجار، ديال سوق الجملة، الجمعية ديال السائقين المهنيين، وكذلك جميع الجمعيات المهنية والسلطات المحلية والأمن الوطني مشكورين اللي تساعدونا تما يوميا باش هذا السوق هذا يلعب الدور ديالو ويزود المواطنين المغاربة وخاصة المواطن البيضاوي بالخضار والفواكه اللي كيحتاج لها بدون انقطاع وبثمن مناسب.